فذهبنا باتجاه مشروع مهم جدا اللي هو بناء أكثر من 90,000 وحدة سكنية. زين، هذا المشروع حسوه حاليا في أدراج الأمانة العامة لرئاسة الوزراء. احنا عازمين في هذه اللي الدورة اللي هو هاي شرق القناة. شرق القناة، نعم. احنا عازمين في هذه الدورة كلجنة خدمات احنا والسادة الأعضاء وأيضا نواب مدينة الصدر على أن يكون هذا المشروع حقيقة وواقع. طيب، باعتبار المساحة متوفرة وهذه المدينة تستاهل الكثير باعتبار هي مدينة التضحية والعطاء وقدمت ما قدمت للعراق ولبغداد. يعني راح تبوبون الميزانية لو تأخذوا لقروض لو شنو؟ احنا ذاهبين باتجاه أن يكون هناك صندوق لإعمار مدينة الصدر حال صندوق إعمار الرماد أنبار حال صندوق إعمار ديقار. نعم، ذاهبين باتجاه أن يكون هناك صندوق خطوة موفقة، صندوق لإعمار مدينة الصدر. جيد. هذا الصندوق يذهب بمشاريع مهمة تتعلق بالمدينة، مشاريع كبيرة وتعالج مشاكلها التربوية. نعم. الصحية. حتى احنا كان لنا لقاء مع دولة الرئيس وطرحنا عليه جملة من المشاريع واستحسن فكرته، واحدة منها بناء مدينة طبية في مدينة الصدر، واحدة منها بناء جامعة حكومية في مدينة الصدر، وهذه المساحات ممكن نحصلها نلقاها موجودة. ومن تخلق جامعة وتخلق مدينة طبية أكيد راح تكون هناك فرص عمل، وأكيد الواقع راح نشوفه واقع يختلف عن ما قاعد نشاهده اليوم.